هذا سائل يقول: لدي مبلغ من المال قد حال عليه الحول، وأردت أن أؤجل الزكاة لشهر رمضان المبارك، فهل هذا جائز؟ لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. إذا وجبت الزكاة على تمام الحول وجب أداؤها في الحال على الفور، ولا يجوز تأخيرها وحبسها عن الفقراء والمحتاجين. يقول رمضان أفضل أو ما أشبه ذلك، لا، الأفضل أنك تخرجها في وقتها، هذا هو الذي فيه الأجر وفيه الثواب وفيه المبادرة إلى الأداء الواجب وبراء الذمة، لا تؤجلها إلى رمضان. نعم.